مرحبا بكم. جامعة الدول العربية تتولى بالإجماع دعم مشروع إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول سبتمبر المقبل عبر التوجه إلى الأمم المتحدة طلبا للحصول على العضوية الكاملة لها في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. وقد بلغ عدد الدول المعترفة حتى الآن بفلسطين المستقلة 118 دولة من مجموع دول العالم 193. الدبابات تحاصر المساجد السورية عشية جمعة أسرى الحرية، وذلك بعد مقتل 9 أشخاص وجرح العشرات في دير الزور وحمص، وإضراب عام يشل حماة وريف دمشق. والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتبر موقف الأسد غير مقبول بتاتا. السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد يقول إنه لم يرى إشارة واحدة إلى أن الحكومة السورية مستعدة للبدء بإصلاحات بالسرعة التي يطالب بها المتظاهرون، ويحذر من أن الشارع يمكن أن يطيح بالنظام السوري إذا لم يبادر إلى تطبيق الإصلاحات بسرعة. وزيرة السياحة في سوريا لمياء عاصي تقول إن السياحة في بلادها تراجعت بشكل جعل القدوم من أوروبا، وهي السوق الرئيسية للسياحة السورية، شبه معدوم مع إلغاء الحجوزات ورفض شركات التأمين تغطية السياح الراغبين بالسفر إلى سوريا، لدرجة أن نسبة إشغال الفنادق صارت صفرا. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب يقول إن العودة إلى الوضع السابق في ليبيا أمر مستحيل، وإن على المجتمع الدولي العمل لتحقيق حل سياسي يبدأ بوقف إطلاق النار ويؤدي إلى عملية انتقالية تكفل تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي. ومجموعة الاتصال الخاصة بليبيا تجتمع اليوم في اسطنبول للبحث في حل سياسي وتعزيز المساعدات للثوار. الزعيم الليبي معمر القذافي يهاجم حلف شمال الأطلسي ويحث أتباعه على الزحف على الجبل الغربي. والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إفريقيا ميخائيل مارغالوف يقول لصحيفة إزبستيا إن لدى القذافي خطة انتحارية لتدمير العاصمة طرابلس في حال عدم تمكن كتائبه من الصمود في وجه قوات المعارضة. مقتل 20 من رجال تنظيم القاعدة في اليمن في غارتين أمريكيتين، يعتقد أن طائرتين من دون طيار نفذتاهما في منطقة الوضيع بمحافظة أبين. ونائب الرئيس اليمني يأمر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بفك الحصار عن اللواء 25 الميكانيكي في زنجبار، حيث يخوض معارك ضارية ضد مسلحي القاعدة. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.